فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولئن نازع فيه، يعني في أن هذا العمل لا يكون إلا كذلك، فلا يمكنه أن ينازع في أن المخالفة فيه أقرب إلى المخالفة في الكفر والمعصية، وأن حصول هذه المصلحة في الأعمال يعني المخالفة أقرب من حصولها في المكان. قال: ألا ترى أن متابعة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في أعمالهم أنفع وأولى من متابعتهم في مساكنهم ورؤية آثارهم؟ نعم، فيقرر أن التشبه بالكفار في أعمالهم أشد من التشبه بهم في المواطن التي سكنوا فيها ونزل عليهم فيها العذاب، ثم ضرب لذلك مثلا فقال: التشبه بالأنبياء والمرسلين والصالحين في أعمالهم وعباداتهم أنفع للمسلم من التشبه بالأنبياء والمرسلين والصالحين في أعمالهم العادية من لباسهم ومشيهم وغير ذلك. وإن كان التشبه بالصالحين صلاح كما قال الشاعر: فتشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم فتشبههم بالصالحين صلاح. نعم، لأن التشبه بهم في الظاهر، التشبه بالصالحين في الظاهر يدل على محبتهم وموالاتهم في الباطن، وهذا من الدين. فإذا كان هذا في التشبه النافع والمفيد أن بعضه أولى من بعض وآكد من بعض، فكذلك النهي عن التشبه بالكفار وأعداء الله بعضه أشد من بعض.